خلينا نتابع نحن وياكم كيف الأجواء عم بتكون ببيروت وأسواق بيروت قبل الإفطار، تابعونا. رمضان ببيروت يعني بخبرك من شو 40 سنة كانوا يحطوا المدفع على تلت الأيتام، ولما يصير المغرب كنا أولاد صغار نروح على تلت الأيتام أو أكثر من 40 سنة يعني نقف على حافة الرمل على التلة، ولما يضرب المدفع فكنا نقلب على الرمل، ندربك على الرمل من تلت الأيتام وفوق لتحت. وبعدين حولوا المدفع من تلت الأيتام لتلت الخياط، بعدين من تلت الخياط لوزارة الدفاع. هلا ما بقى في مدفع، صاروا بلا مدفع اليوم. وكان رمضان بهديك الأيام كتير كتير يعني يعملوا السوس، يعملوا التمر هندي، يعملوا الجلاب يبيعوها بالطرقات، وكانوا يجيبوا لويح تلج من ظهر البيدر كان في مغاوير بدار البيدر يحطوا فيها التلج، فينزلوا تلج لبيروت ويعطونا أهلنا ب10 قروش ب5 قروش نشتري تلج. بيروت يا بيروت يا قصة بصندوق فرج كبير، بيروت رح بتضل أيام عروس الأمير. بيروت يا بيروت يا قصة بصندوق فرج كبير، بيروت رح بتضل أيام عروس الأمير. هلا الحركة كيف بدي أقول لك، طول عمر رمضان في حركة، بس بيختلف من زمن لزمن. بهديك الزمن مثلا كانت الزينة ورقية، اليوم الزينة نايلون. رمضان عبابة نايد عشنابة، رمضان عبابة نايد عشنابة، ومزينين بواب بالتوت والعناب، فانوس بيضوي عليها وعلى الأحباب. رمضان كريم، الله يتقبل صيامكم وصيامنا وصيام الجميع، والله يبارك بالمسلمين. بإيد واحد دف والباقي صوت الكف، صوت الكف صوت الكف، مرحى مرحى جيبوا الطرحة، جيبوا الطرحة لبيروت، مرحى مرحى خلوا الفرحة إن شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والعافية بجان حبيب محمد وعلى الأمة محمد كلها. يعني بتعرفي أجواء بيروت بالأخص برمضان أجواء كتير محبة وإلفة، بس رغم الأيام الصعبة اللي عم نمر فيها نحن بضل إنه له نكهته الخاصة رمضان، والحمد لله رب العالمين. يعني الواحد عم بعيش بالتي هي أحسن صار، يعني رغم الأزمات وكذا بنقول الحمد لله رب العالمين. بنعاد على كل العرب رمضان، وإن شاء الله تكون سنة خير السنة الجاية إن شاء الله بعد رمضان. وبوجه تحية خاصة للشعب الفلسطيني القوي، وبوجه تحية لأمي ولأخوات فلسطين برام الله، وما تخافوا نحن معكم بأي شيء، نحن كلنا وطني هون، دمنا فدا فلسطين، دم الثورة فلسطين بتجري من وراء الشعب الفلسطيني. ومنهني الشعب الفلسطيني يعني
يعني الله يحمينا ويحمي الجميع يعني، وإلي بنت في فلسطين كمان الحمد لله. رمضان كريم والمحبة حلوة يا بنتي، الحمد لله رب العالمين. منقول والله منقول إن شاء الله ننتصر بعون الله تعالى، بعدين الاتحاد قوة يا بنتي. ولو بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. لا جو بيروت حلو يا بنتي، وشهر رمضان حلو، رحمة رحمة وبركة كمان بنفس الوقت. صباح الخير من جديد مشاهدينا، واهلا بكل مين انضم لنا في ساعة